ايه اللي خلاكي بقى بعد انحراف، انا بسميها المسلسل حور ايوه بصراحة، بس انا النهارده ايه اللي خلاكي بعد مسلسل انحراف وبمنتهى الصراحة ان انت هتخشي عمل تاني مع استاذ رؤوف عبد العزيز لا، تاني؟ استاذ رؤوف هو اللي يجاوبك على الاقل بس. اوكي، يعني انا عايز اعرف، احنا لان سمعنا ده طبعا نفحه كلنا برضو من ربنا، عن صح ست ولا هو، لا؟ فالنهارده اوكي هي اشتغلت معاك واتبسطت وقدمت شغل حلو ونجح وكسر الدنيا. انا عايزه اقول لك على حاجه بجد وبنقلها حتى وكل مستمعينا، انا كنت ببقى قاعده في قعدات في رمضان والله العظيم في الحمد وسط لله. كم الهائل من المسلسلات دي، الناس كانت كلها بتتكلم عن روجينا وفي انحراف الحمد وهي لله. عامله ازاي، وطبعا يعني هقول بقى كلام ستاتي شويه، هي روجينا مزه قوي، هي محلوه قوي، هي عامله ايه في وشها، هي جسمها كده بجد. اقول لهم يا جماعه والله ما عامله حاجه، والله بجد الناس كانوا مش قادره اقول لك بيكلموا عليها ازاي. في وسط الوليمه الكبيره او الترابيزه اللي مليانه اعمال، في ظل الظروف دي بجد يا روجينا الناس كلها شاورت عليكم. الحمد لله الحمد لله، الحمد وملحوظة لله. ان احنا العمل طبعا عشان دخلنا متأخر ما كانش ليه شكل دعاية كفاية، كفاية طبعا. مظبوط. ممكن لو كنت هتسأليني ايه اللي كان نفسكوا فيه يبقى في دعاية اقول لك أكتر. طبعا اكيد اتمنى ان يبقى في دعاية ما قبل نتيجة الوقت، يعني مش حاجة تانية يعني. برغم كده الحمد لله الجمهور استقبل العمل، وده الكرم من الله بقى، ان يبقى في ناس بتحب الحاجة اللي انت مقدماها وصدقتها. انا هفضل اشكر ربنا كتير الحمد لله. على الحمد لله. نعمة صدق العمل ووصوله للناس، لان الناس هي الداعم الاول وهي العامل رقم واحد. ولو حبت خلاص يعني انا صح. اسف يعني، يعني وده اللي خلانا بيني وبين نفسنا كلنا قلنا ما احنا ممكن كنا ممكن نعمل دعاية ضخمة جدا، لكن الناس ما تحبش العمل، صح ما مظبوط. كانش وعلى فكرة مثال موجود، يعني احنا شفنا في رمضان معمول دعاية ومسلسلات بتتعرض على كذا شاشة كتير قوي حقيقي. غير البلاتفورم، ودعاية دعاية دعاية وما مسيتش القلب، الناس ما شافتهاش، الناس ما حبتهاش. الحمد لله فده حقيقي على فكرة، إلا الفن أعتقد، هو إلا الفن يا روجينا يعني. إلا بصي، هو هي تركيبة إنه موضوع وصدق وإيمان بربنا سبحانه وتعالى. أنا بس كنت واثقة في ربنا. انت ممثله تقيله واشتغلتي مع الكبار كلهم، بس تفتكري النهارده يعني ايه اللي بينجح العمل غير الموضوع وغير السيناريو وغير الاجتهاد؟ يعني فعلا بنشوف زي ما استاذ رؤوف قال ان فعلا في اعمال بتعمل لها دعايه كتير جدا وناس بتفضل فوقيها كتير قوي قوي قوي، وبتمسش الناس برضه. ما هو انا بقول لك يا انجي، اهم حاجه الموضوع نفسه، ما هو اهم حاجه صدق الناس اللي بتشتغل فيه، اهم حاجه ان احنا نبقى مصدقين. والميزه يعني انا واستاذ رؤوف اول مره نشتغل مع بعض، انما حسيت ان انا وهو على تراك واحد، يعني احنا فينا حاجات كتيره قوي شبه بعض، يعني حاجات روحانيه وحاجات بتاعت ربنا وحاجات فنيه فاحنا عارفه انت لما تلاقي حد شبهك وانت عارفاني، طبعا فالحمد اللهوية لله. بس ماشيه مع ربنا طول الوقت. فالحمد لله، عارفه انت هو توفيق ربنا. ساعات الناس بتجتهد وتعمل اللي ما تعملش وتتعب، هو كل الناس اللي اشتغل دي ما تعبوش؟ لا تعبوا تعبوا طبعا. تعبوا، بس هو في النهايه توفيق ربنا سبحانه وتعالى. احنا كان معانا توفيق ربنا سبحانه وتعالى جدا واللي جدا. معاه ربنا ده لا خلاص خلاص مش على الميه خلاص. لا خلاص والله العظيم بقول لك والله الست دي اللهويه جدا. والله لا لا لا، ده ما حدش يجي لا جنبها. يعني روجينا من الناس اللي هي بتتكل على ربنا ونعمة في بالله كل مليش شيء غيره يعني، ونعمة بالله. وعملت استخاره للمسلسل ده آه عشان تشوف لو هينفع ولا ما ينفع. هي كده، دي طول حياتها طول عمرها كده يعني. هو ده السبب اللي خلانا نفكر في التجربة التانية، ودي الطريقة اللي خلتنا نختار حتى التجربة التانية. ده حقيقي. ستهم ده حقيقي. طب ايه بقى ستهم؟ ايه والله هو اللي اختار الاسم. ايه الموضوع؟ ايه بقى حاجة طبعا هو عكس طبعا حور وانحراف خالص. هو طبعا اكيد عكس، طبعا مش هقدر اقول الحاجات كتيرة يعني، بس كل اللي اقدر اقوله ان يعني اوعد ان احنا نتعب قوي معاك الورق معاك من السنة. دلوقتي. طبعا شغالين بقى لنا شويه مع الكاتب الكبير استاذ ناصر عبد الرحمن، الله يعني برافو يا روجي برافو. الحمد لله مؤلف الحمد لله. يعني ليه ابعاد فلسفيه كبيره، عنده حساسيه خاصه ده جدا، حقيقي. وده يتناغم جدا مع طبيعه الموضوع الحمد لله يعني اللي فكرت فيه. اتمنى ان احنا يعني نقدمه بالشكل اللي هنتعب على قده. انا اوعد ان احنا نتعب يعني هنتعب جامد قوي. هو التعب ده على طول للاسف الشغلانه دي محدش بينجح بسهوله لا خالص، لا والست دي تحديدا تعبت لا لا، كتير. ما فيهاش ان انت حاجه سهله او انك،
لا كل والمره دي هتتعب اكتر بكتير من الحور اكتر اكتر واكتر. يا نهارك ابيض، يعني ليه لا كده؟ اوعدكم يعني بقول اوعدكم انها حاجه صعبه جدا 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 يا انجي. حقيقه. طب ايه اللي شدك فيها؟ انا مش عارفه ايه الشخصيه، بس ايه اللي مخليكي ما غير اي بصي بقى لي بمثل العمر غير اي شخصيه عملتها في حياتي خالص، عمري ما عملت شخصيه كده زي الست دي. اتمنى ان احنا يعني ربنا يوفقنا وان هو رب يشوف يا النور رب. اللهم امين يا رب. بشكل اكتب لنا فيها التوفيق والنجاح يا رب، يعني يوصل بشكل احنا بنتمناه. يعني احنا برضو هنجتهد برضو في الاول وفي الاخر، يعني لو جانبنا التوفيق يعني هنقول برضو الحمد لله، بس يعني اتمنى ان احنا هتبقى اسمها ستهم. لا مش هقدر لا اكيد هتبقى اسمها ستهم. مش هقول ولا انتوا حيرتونا، بس عارفه انا ايه اللي يعني باختصار خلاص، ما دام هي فضحتنا يعني هو لا هو هو ستهم معنى وليس اسم شخصيه، بس باختصار ليس اسم شخصيه. لا لا خلاص هو معنى معنى بس. فمش هنقول بقى اكتر من كده خلاص يعني. لا بس انا مش هتكلم، بس انا هقول لكم لان استاذ ناصر كمان حريص جدا جدا وان احنا فعلا يعني احنا عايزين نفاجئكم بحاجه كويسه، وده الصح على فكره، لان ما تعرفش الظروف، ما تعرفش ايه اللي هيحصل. بس اللي انا عايزه اقوله ان بجد بجد احلى حاجه يا روجينا انكم بجد دلوقتي بتحضروا من دلوقتي، قاعدين على السيناريو من دلوقتي، قاعدين على الكتابه من دلوقتي، لان دي مشكله اصبحت بتبوظ دراما كتير، ان الناس بتخش مش عارفه ادوارها رايحه فين، ان الناس بتخش الوقت قليل جدا، ان في ادوار بتبقى داخله على ادوار كبيره تلاقي نفسها في الاخر طلعت في حلقه ولا حلقتين. يعني الدراما المصريه بسبب دي الوقت بتتعرض لمشاكل كتير، فاتمنى ان السنه الجايه يراعوا ده شويه بجانب ستهم. هتبقى 30 حلقه برضو ان شاء الله. 30 حلقه. بصي انجي، واحنا السنه اللي فاتت يعني انا بقول احنا دخلنا في وقت متاخر، بس الميزه ان احنا كنا بنذاكر من شهر 7، يعني من شهر 7 قاعدين على المشروع. السنه دي لان المشروع اصعب، فمن امتى؟ من 4. بالظبط من 4. من 4. من 4. انا مستنيه ستهم واما اشوف هتعمل ايه روجينا،